سوف نقوم بحل مسألة اشتقاق ضمن كلاسيكية نوعا ما، وهي y تساوي x للقوة x، ومن ثم نجد مشتقة y بالنسبة ل x. والأشخاص الذين ينظرون إلى ذلك يقولون: ليس لدي أس ثابت هنا، لذا لا يمكنني أن أستخدم قواعد القوى، كيف نفعل ذلك؟ الخدعة هنا هي أن نأخذ اللوغاريتم الطبيعي لطرفي هذه المعادلة، وهذا سيكون لنا ما نريد أن نفعله في هذا العرض. فإذا أخذت اللوغاريتم الطبيعي لطرفي هذه المعادلة، تحصل على اللوغاريتم الطبيعي ل y يساوي اللوغاريتم الطبيعي لـ x للقوة x. الآن قواعد القوى أو قواعد اللوغاريتم الطبيعي على ما أعتقد تقول: انظر، إذا أخذت اللوغاريتم الطبيعي لشيء ما ورفعته لقوة ما، فإن هذا يعادل، يمكنني أن أعيد كتابة اللوغاريتم الطبيعي لـ x للقوة x على أنه يساوي x ضرب اللوغاريتم الطبيعي لـ x. إذن دعوني أعيد كتابة كل شيء مرة أخرى. إذا أخذت اللوغاريتم الطبيعي لطرفي تلك المعادلة، سأحصل على اللوغاريتم الطبيعي لـ y تساوي x ضرب اللوغاريتم الطبيعي لـ x. والآن يمكننا أن نأخذ مشتقة طرفي هذه بالنسبة لـ x، إذن المشتقة بالنسبة لـ x لذلك، ومن ثم المشتقة بالنسبة لـ x لذلك. الآن سوف نطبق قاعدة السلسلة قليلاً. إذن قاعدة السلسلة: ما هي مشتقة هذه بالنسبة لـ x؟ ما هي مشتقة العبارة الداخلية بالنسبة لـ x؟ إنها عبارة عن اشتقاق ضمني، لذا هي dy بالنسبة لـ x ضرب مشتقة كل هذا الشيء بالنسبة لهذا الاقتران الداخلي. إذن مشتقة اللوغاريتم الطبيعي لـ x هي 1 تقسيم x، مشتقة اللوغاريتم الطبيعي لواي بالنسبة لواي هي 1 تقسيم واي، وهذا يساوي مشتقة هذا. إن هذه عبارة عن قاعدة حاصل الضرب، وسوف أغير الألوان هنا، هي مشتقة العبارة الأولى أي 1 ضرب العبارة الثانية. إذن مشتقة العبارة الثانية زائد اللوغاريتم الطبيعي لـ x وهي 1 تقسيم x ضرب العبارة الأولى أي ضرب x، وبهذا نحصل على dy dx مضروبة في 1 تقسيم y، dy dx مضروبة في 1 تقسيم y تساوي اللوغاريتم الطبيعي لـ x زائد x تقسيم x يساوي 1. من ثم نضرب كلا الطرفين بواي، ونحصل على dy dx يساوي y اللوغاريتم الطبيعي لـ x زائد 1. وإذا كنت لا تفضل وجود هذه الواي هنا، فيمكنك أن تجري تعويضا y تساوي x للقوة x. إذن بإمكانك أن تقول أن مشتقة y بالنسبة لـ x تساوي x للقوة x ضرب اللوغاريتم الطبيعي لـ x زائد 1. وهذه مسألة ممتعة، وهي في الغالب تعطى بصورة مسألة مخادعة، أو في بعض الأوقات تعطى كمسألة بعلامات إضافية إذا كان الأشخاص لا يعرفون كيفية أخذ اللوغاريتم الطبيعي لطرفي ذلك. لكن قد أعطي لي مسألة أكثر صعوبة منها، وهي ما سوف نقوم بحله هنا. لكن من الجيد أن ترى حل هذه المسألة أولاً، لأنها تعطينا الأدوات الأساسية. إذن المسألة الأكثر صعوبة التي سوف نتعامل معها هي هذه، دعونا نكتبها. إذن المسألة هي y يساوي x للقوة x للقوة x، ونريد أن نجد dy dx، نريد أن نجد مشتقة y بالنسبة لx.
إذن لكي نحل هذه المسألة سنستخدم نفس الأدوات، نستخدم اللوغاريتم الطبيعي لكي نقسم هذا الأس ونحوله إلى عبارات يمكننا التعامل معها. إذن بإمكاننا استخدام قاعدة حاصل الضرب، لذا دعونا نأخذ اللوغاريتم الطبيعي لطرفي هذه المعادلة كما فعلنا آخر مرة. نحصل على اللوغاريتم الطبيعي لـ y يساوي اللوغاريتم الطبيعي لـ x مرفوعة للقوة x للقوة x. وهذا عبارة عن أس هذا، لذا يمكننا أن نعيد كتابته كالتالي: x للقوة x ضرب اللوغاريتم الطبيعي لـ x إذن الآن العبارة أو المعادلة قد تم تبسيطها إلى اللوغاريتم الطبيعي لـ y يساوي x للقوة x ضرب اللوغاريتم الطبيعي لـ x، لكن لا يزال لدينا x للقوة x هذه هنا. نحن نعرف أنه لا توجد طريقة سهلة لأخذ المشتقة هنا، على الرغم من أنني قد وضحت لكم ما هي مشتقة هذا، إذن في الواقع بإمكاننا أن نطبقها الآن. كنت أسعى لأخذ اللوغاريتم الطبيعي مرة أخرى وسوف يتحول إلى هذا الشيء الكبير الفوضوي والمربك، لكنني أدركت أنه في بداية هذا العرض قد أوجدت مشتقة x للقوة x وهو هذا الشيء الموجود هنا، أي هذه العبارة الموجودة هنا، لذا علينا أن نتذكر ذلك ومن ثم نطبق ومن ثم نقوم بحل المسألة. إذن دعونا نحل المسألة، وإذا لم نكن قد قمنا بحلها منذ البداية فإنها ستكون فائدة غير متوقعة لحل النماذج الأصعب من المسائل. بإمكاننا الاستمرار في أخذ اللوغاريتم الطبيعي لهذا، لكنه سيصبح فوضوي بعض الشيء، لكن بما أننا بالفعل نعرف ما هي مشتقة x للقوة x فدعونا نطبقها. إذن سوف نأخذ مشتقة طرفي المعادلة، مشتقة هذه تساوي مشتقة هذه، سوف نتجاهل هذا الآن. مشتقة هذه بالنسبة لـ x هي مشتقة اللوغاريتم الطبيعي لـ y بالنسبة لـ y، إذن هي 1 تقسيم y ضرب مشتقة y بالنسبة لـ x. تلك هي قاعدة السلسلة، لقد تعلمنا ذلك في الاشتقاق الضمني. وبذلك فإن هذا يساوي مشتقة العبارة الأولى ضرب العبارة الثانية، وسوف أكتبها هنا لأنني لا أريد أن أقفز عن خطوات وأربككم. إذن هذا يساوي المشتقة بالنسبة لـ x لـ x للقوة x ضرب اللوغاريتم الطبيعي لـ x زائد المشتقة بالنسبة لـ x للوغاريتم الطبيعي لـ x ضرب x للقوة x. إذن دعونا نركز على الجانب الأيمن من هذه المعادلة. ما هي مشتقة x للقوة x بالنسبة لـ x؟ حسناً، لقد قمنا بحل تلك المسألة للتو. إنها x للقوة x للوغاريتم الطبيعي لـ x زائد 1. إذن هذا الجزء الموجود هنا، لقد نسيت بالفعل ما كان. كان x للقوة x اللوغاريتم الطبيعي لـ x زائد 1. ومن ثم سوف نضرب ذلك باللوغاريتم الطبيعي لـ x. ومن ثم سوف أضيف ذلك إلى زائد مشتقة اللوغاريتم الطبيعي لـ x. إن ذلك مباشر للغاية، إنه 1 تقسيم x ضرب x للقوة x. وبالطبع أن الجانب الأيسر من المعادلة عبارة عن 1 تقسيم y dy dx، ويمكننا أن نضرب كلا الطرفين by ونحصل على dy dx يساوي y ضرب كل هذا الشيء x للقوة x.
ضرب اللوغاريتم الطبيعي لـ x زائد 1 ضرب اللوغاريتم الطبيعي لـ x زائد 1 تقسيم x ضرب x للقوة x، ذلك x للقوة سالب 1. يمكننا أن نعيد كتابته كالتالي: x للقوة سالب 1، ومن ثم بالطبع يمكننا أن نجمع الأسس. يمكنك أن تكتب هذا كالتالي: x للقوة x ناقص 1، وإذا كنت لا تفضل وجود الواي هنا فيمكنك أن تعوضها: y تساوي هذا الشيء الموجود هنا. إذن الإجابة النهائية لهذه المسألة تبدو حسناً إلى مرحلة ما، تبدو وكأنها مسألة بسيطة للغاية، لكن لاحقاً عندما تقدر ما مضمونها فإنها تبدو مسألة معقدة جداً. لقد حصلت على مشتقة y بالنسبة لـ x يساوي y، وهي هذه. إذن هي x للقوة x للقوة x ضرب كل هذا، أي x للقوة x اللوغاريتم الطبيعي لـ x زائد 1 ضرب اللوغاريتم الطبيعي لـ x زائد x للقوة x ناقص 1. إذن من منكم قد اعتقد أن الرياضيات في بعض الأوقات يكون رائعاً تأخذ مشتقة شيء كهذا وتحصل على شيء متقن؟ على سبيل المثال عندما تأخذ مشتقة اللوغاريتم الطبيعي لـ x ستحصل على 1 تقسيم x. هذا بسيط ورائع جداً، ومن الجميل أن الرياضيات يتم التعامل معه بهذه الطريقة، لكن في بعض الأوقات تقوم بفعل شيء، تأخذ عامل من شيء ما يبدو بسيط جداً ورائع وتحصل على شيء متشعب وليس ممتعاً للنظر، لكنها مسألة مثيرة للاهتمام. إلى اللقاء.